مرحبا، سنتعرف في هذه السلسلة على حروف المد. هذا هو الحرف ألف. سنشكل الآن الحرف ألف ونقرأه. آ أو إي إي. سنزيد الآن حروف المد. هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف ألف؟ أحسنت. آ أو إي إي. هذا هو الحرف باء. سنشكل الآن الحرف باء ونقرأه. ب ب بو بي بي. سنزيد الآن حروف المد. هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف باء؟ أحسنت. باء باء. بو بي بي. هذا هو الحرف تاء. سنشكل الآن الحرف تاء ونقرأه. تاء تاء. تو تي تي. سنزيد الآن حروف المد. هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف تاء؟ أحسنت. تاء تاء. تو تي تي. هذا هو الحرف ثاء. سنشكل الآن الحرف ثاء ونقرأه. ثاء ثاء. ثو ثي ثي. سنزيد الآن حروف المد. هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف ثاء؟ أحسنت. ثاء ثاء. ثو ثي ثي. هذا هو الحرف جيم. سنشكل الآن الحرف جيم ونقرأه. جا جا. جو جي جي. سنزيد الآن حروف المد. هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف جيم؟ أحسنت. جا جا. جو جي جي. هذا هو الحرف حاء. سنشكل الآن الحرف حاء ونقرأه. حاء حاء. حو حي حي. سنزيد الآن حروف المد. هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف حاء؟ أحسنت. حاء حاء. حو حي حي. هذا هو الحرف خاء. سنشكل الآن الحرف خاء ونقرأه. خاء خاء. خو خي خي. سنزيد الآن حروف المد. هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف خاء؟ أحسنت. خاء خاء. خو خي خي. هذا هو الحرف دال. سنشكل الآن الحرف دال ونقرأه. د د. دو دي دي. سنزيد الآن حروف المد. هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف دال؟ أحسنت. دا دا. دو دي دي. هذا هو الحرف ذال. سنشكل الآن الحرف ذال ونقرأه. ذا ذا. ذو ذي.
ذي. سنزيد الآن حروف المد. هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف ذال؟ أحسنت. ذا، ذا، ذو، ذي، ذي. هذا هو الحرف راء. سنشكل الآن الحرف راء ونقرأه. راء، راء، رو، ري، ري. سنزيد الآن حروف المد. هل تعرف كيف أقرأ الآن الحرف راء؟ أحسنت. راء، راء، رو، ري، ري. هذا هو الحرف زين. سنشكل الآن الحرف زين ونقرأه. ز، ز، زو، زي، زي. سنزيد الآن حروف المد. هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف زين؟ أحسنت. زا، زا، زو، زي، زي. هذا هو الحرف سين. سنشكل الآن الحرف سين ونقرأه. س، س، سو، سي، سي. سنزيد الآن حروف المد. هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف سين؟ أحسنت. سا، سا، سو، سي، سي. هذا هو الحرف شين. سنشكل الآن الحرف شين ونقرأه. شا، شا، شو، شي، شي. سنزيد الآن حروف المد. هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف شين؟ أحسنت. شا، شا، شو، شي، شي. هذا هو الحرف صاد. سنشكل الآن الحرف صاد ونقرأه. ص، ص، صو، صي، صي. سنزيد الآن حروف المد. هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف صاد؟ أحسنت. ص، ص، صو، صي، صي. هذا هو الحرف ضاد. سنشكل الآن الحرف ضاد ونقرأه. ض، ض، ضو، ضي، ضي. سنزيد الآن حروف المد. هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف ضاد؟ أحسنت. ضا، ضا، ضو، ضي، ضي. هذا هو الحرف ط. سنشكل الآن الحرف ط ونقرأه. ط، ط، طو، طي، طي. سنزيد الآن حروف المد. هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف ط؟ أحسنت. ط، ط، طو، طي، طي. هذا هو الحرف ض. سنشكل الآن الحرف ض ونقرأه. ض، ض، ضو، ضي، ضي. سنزيد الآن حروف المد.
هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف ض؟ أحسنت، ض ض ضو ضي ضي. هذا هو الحرف عين، سنشكل الآن الحرف عين ونقرأه. ع ع رو عي عي. سنزيد الآن حروف المد، هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف عين؟ أحسنت، ع ع رو عي عي. هذا هو الحرف غين، سنشكل الآن الحرف غين ونقرأه. غ غ غو غي غي. سنزيد الآن حروف المد، هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف غين؟ أحسنت، غ غ غو غي غي. هذا هو الحرف فاء، سنشكل الآن الحرف فاء ونقرأه. فا فا فو في في. سنزيد الآن حروف المد، هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف فاء؟ أحسنت، فا فا فو في في. هذا هو الحرف قاف، سنشكل الآن الحرف قاف ونقرأه. ق ق قو قي قي. سنزيد الآن حروف المد، هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف قاف؟ أحسنت، قا قا قو قي قي. هذا هو الحرف كاف، سنشكل الآن الحرف كاف ونقرأه. ك ك كو كي كي. سنزيد الآن حروف المد، هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف كاف؟ أحسنت، كا كا كو كي كي. هذا هو الحرف لام، سنشكل الآن الحرف لام ونقرأه. لا لا لو لي لي. سنزيد الآن حروف المد، هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف لام؟ أحسنت، لا لا لو لي لي. هذا هو الحرف ميم، سنشكل الآن الحرف ميم ونقرأه. ما ما مو مي مي. سنزيد الآن حروف المد، هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف ميم؟ أحسنت، ما ما مو مي مي. هذا هو الحرف نون، سنشكل الآن الحرف نون ونقرأه. ن ن نو ني ني.
سنزيد الآن حروف المد. هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف نون؟ أحسنت. نا نا نو ني ني. هذا هو الحرف هاء. سنشكل الآن الحرف هاء ونقرأه. هاء هاء هو هي هي. سنزيد الآن حروف المد. هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف هاء؟ أحسنت. هاء هاء هو هي هي. هذا هو الحرف واو. سنشكل الآن الحرف واو ونقرأه. و و و وي وي. سنزيد الآن حروف المد. هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف واو؟ أحسنت. و و و وي وي. هذا هو الحرف ياء. سنشكل الآن الحرف ياء ونقرأه. يا يا يو يي يي. سنزيد الآن حروف المد. هل تعرف كيف يقرأ الآن الحرف ياء؟ أحسنت. يا يا يو يي يي. مع السلامة.